أخواتي أبنائي بناتي الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد جدا أنا بالتواجد معكم للمرة الثانية في هذه البلدة المضيافة، في هذا المكان الطيب، وفي هذه القاعة التي التقينا فيها من قرابة 8 شهور من أكثر. فنستمر إذا بالنسبة لي تلقوا معي وكأننا نجدد اللقاء لنثبت ونؤكد ونطور ونلتقي مع بعض بإذن الله تعالى. نحن في دائرة التصحيح والتصويب والتقارب والتقريب. موضوعي حول منهاج الأسرة المسلمة لرفع التحدي الإعلامي. الموضوع في الحقيقة متشعب شوية، ولكن سأحاول ربحا للوقت والجهد أن نمر على بعض المسائل بالسريع. لهذا استفدت استخدام الداتا شو باش تابعوني بغض النظر، ونركز على المسائل التي تخدم الموضوع بشكل دقيق. لما نتكلم عن منهاج الأسرة، معنى ذلك نحن نريد أن نتقدم في دائرة مفهوم الأيام الدراسية، وهي مسألة التغيير. النقطة الجوهرية فيها أن واقعنا يتألم، واقعنا يعيش حالة مرضية، واقعنا ليس سليما، واقعنا نشتكي منه جميعا. لما نلتقي نقول بأن وضعنا سيء في جميع الصعود. هذا الأمر بالمنظور التفاؤلي أنه لا يعني أن هذا الوضع السيء سيستمر إلى الأبد سيء، سيتغير إما للمزيد من التعقيد أو للانفراج. دور الإنسان في هذا الأمر، في التغيير، دور جوهري، ونحن مطالبون تعبدا لله سبحانه وتعالى أن لا نكون منتظرين متفرجين إلى أن تتغير الأمور وحدها. نحن مطالبون بأداء واجب التغيير، واجب الإصلاح. اختار الأستاذ الآية المتعلقة بقضية واجبك، واجب الأنبياء، واجب المسلمين بعد ذلك، واجب الدعاة من ورائهم، وواجب كل عالم يريد أن يضيف شيئا لمجتمعه. نحن والتغيير هنا مرتبط أساسا بالقضية الإعلامية، بمسائل الإعلام ومسائل الإعلام. مسائل الإعلام مش هناقش القضية الإيجابية والسلبية بالنسبة لها، لأنه الإعلام كالموس، سكين ذو حدين، يمكن أن يستعمل في الصح وفي الخطأ. ولو نعدد الإيجابيات سوف نكثر منها، ولو نعدد السلبيات سنكثر منها. لكن أن السلبيات موجودة والمخاطر كبيرة، ولكن أيضا الإيجابيات كثيرة ومتعددة. وبالتالي مسألة التحدي تأتي هنا، كيف يمكنني كمربي، كأستاذ، كولي أمر، كأب، كأم، أنني أوظف وسائل الإعلام بالشكل الذي ينفع ولا يضر. الموضوع الذي سأتقدم فيه في الحقيقة فيه عدة مراجع وعدة دراسات حديثة، خاصة منها عدت إليها، مش هنذكرها كلها، ولكن يمكن من بعد ذلك من خلال الجمعية أن نعطيكم من أجل الاطلاع عليها ومتابعتها ومراجعتها. فبالتالي التحديات كثيرة جدا، ومطالبون نحن بأن نعرف ماذا سنتحدى، ما هو أين يقع التحدي وفي أي اتجاه. التحدي في جوهره هو تحدي الإعلامي الذي نطلب بصدق الكلمة، أن الإعلام يعطي هنا كثرة في التنوع. عندنا الوسائل الإعلامية وما تقدمه من مادة متنوعة جدا كثيرة، وللأسف أن فيها السيء ربما يغلب على ما هو حسن. وقضية الانتقاء من ذلك ليس سهل، ولكنه ليس مستحيلا، مسؤولية المربين. الأمر الثاني في هذا التحدي أن قوة التدفق والجاذبية والإثارة. الإعلام الآن يعطيك قوة كبيرة جدا في الجاذبية، في الإثارة، قد يدفع الإنسان ويجره إلى المتابعة. ولعلنا كل كبار وصغار قد جربنا بمجرد أنك تفتح هذا الجهاز هذا التابعة، هذه الذي نسميه بلغتنا تابعة، هذا بمجرد تفتحه تجد نفسك مسحور، أنك ما تحبسش، قادر ما تحبسش من موضوع، من قضية يحكمك، من قضية القضية. لما تمشي، لما تعملش نفسك توقيت، ستجد نفسك ممكن تقضي نهار ونص، حتى كل طول كلمات لا تأكل وأنت مكتئب تروح وانتبه. هذا قوة التدفق، الجاذبية والإثارة. مسألة مهمة جدا نركز عليها في المعاني هذه، لأنها مرتبطة بقضايا الإعلام، واللي يخدموا في الإعلام واللي يصنعوا البرامج والحصص ويخدموا بالمنطق هذا، أنه يريد أنه يجذبك، يبقى يضغط عليك ويثيرك.
في المسائل التي يريدها هو. وبالتالي احنا وصلنا وين وصلوا الناس انه داخل الانتحار. للانتحار. وكذلك غياب الرؤية، لما الطرف المستقبل ليست له رؤية واضحة حول ما سيأتيه، ليست له رؤية واضحة كيف يتعامل معه، ليست له رؤية واضحة كيف يقف هنا، كيف ينتقي، هنا تأتي الطامة الكبرى. ولهذا كان التحدي، ومن هنا جاء التحدي، ومن هنا لابد علينا أن نرفع التحدي. لو نأخذ هذه المعلومات، المعلومات هي معلومات إحصائية، واللي دائما مش ناس متدينين كما حالنا ولا عندهم قناعة إسلامية ولا هذو ناس حياديين يقولون منها أن 2 من كل 5 أطفال تقريبا في أحد الدراسات 2 من 5 يستخدمون هذا الجهاز قبل ما يبدأ ينطق كلمة. وكثير من الأولياء الآن يقول لك ولدي أنا مثلا صغير خلاص والله يعرف يحل ويفخر بها. وطبعا هذه غير فاهمة بعدين نتكلم عنها. كاينين ايضا اكثر من 50% من الاطفال دون 10 من عمرهم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي في العمر هذا. 50% من الاطفال، كي نقول اطفال معناتها دون 10 من السنين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي. ومواقع التواصل الاجتماعي نعرف ما فيها، ماذا يوجد فيه وماذا تقدم من ايجابيات وسلبيات. ايضا 21% من الاطفال قاموا بنشر مضامين سلبيه ينشرها ويعاود ينشرها وهو قد لا يدرك معناها لكنها تؤثر فيه، وقد لا يدرك أخطارها ولكنها تؤثر فيه وتفعل مفعولها فيه. أيضا 26% منهم سرق حسابا لأشخاص آخرين وعاد واستخدمه في هذا السن. معلومات كثيرة في الحقيقة نفوت عليها. ونذكر هنا أن أخطر التحديات في وقتنا هذا هي هذا هي التحديات التي تأتينا عن طريق وسائل الإعلام وبما فيها وسائل التواصل الاجتماعي. أخطر التحديات تأتينا من هذا الجانب هذا، ولابد أن ندركها ولابد أن نعرفها. هذه الأول وتحمل ما تحمله من مخاطر. من جملتها ورح نمر عليها بسرعة هذه لأني سأتوقف في المنهاج، لأني أنا يمضي معاكم اليوم هو قضية المنهاج وكيف نتعامل مع الوضعية هذه. اللغو المدخل الأساسي اللي ندخلوا فيه أنه رح نشغل أولادنا باش نلاقيهم. كثير من الأولياء والأمهات يقول لك أنا عطيته له باش يخدم، ما نروح نخدم على روحي. يعطي ولده يدعك باش يخليه يروح يخدمه، ولا يروح هو يقصر مع صاحبه ولا يقصر مع كذا ولا عنده عمل. هذه قضية اللهو، وهو الفخ الأول والطعم الذي يبدأ فيه الإنسان، واللهو سوف لن يتوقف. لما ناخذ مثل هذه الصور نرى كيف يمكن لهذا السن كيف يرتبط بهذه الوسائل. الأمر الثاني بعد اللهو المتكرر والمتجدد والذي يطول يؤدي به إلى إيش؟ إلى الإدمان. هنا مش إدمان المخدرات، وإدمان استخدام هذه الوسائل، وهو معرفة وهو أخطر من الإدمان على المخدرات. لأن أنت تظن بأن الإدمان على المخدرات هو مؤدي، وش ينتهي؟ ينتهي بالإنسان أنه يكون سلبيا يحمل شوته ويحلم في فضاء آخر. لكن الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي أي مشكلة أكبر وخطيرة، حتى لا أقولش أكبر حتى لا أبالغ، فهي مثلها مثل الإدمان على وسائل على المخدرات. هذا تحدي كبير. أيضا من الأمور التي تشكل تحدي كبير أن ما يحمله أو تحمله وسائل الإعلام في برامجها المختلفة المتنوعة من الأفلام وحصص وفيديوهات وما إليها تحمل السم في الدسم. هي تحمل مواد سامة لعقول أبنائنا، في تؤثر سلبا في معتقداتهم، في القيم التي يحملونها، في الأفكار، في حياتهم، في سلوكهم، في علاقاتهم الاجتماعية تسمم هذه وتصل إلى درجات خطيرة جدا متقدمة. من هذه المواد السامة قضية المقاطع الإباحية وما يترتب عن مشاهدة المقاطع الإباحية من ضرر ليس نفسيا فقط بل أيضا متعلق بالجملة العصبية بالدماغ، أنها تفتك المظاهر الخليعة، تفتك بالقدرات العقلية عند الشباب. مشكلة عدم التركيز، وكثير ما يقول الأولياء أو المربون يقول ولدك هذا عنده هذا ولكنه لا يركز. لماذا لا يركز؟ خلايا التذكير أهلكتها قضية وسائل هذه عن طريق الصور الخليعة بالذات.
الإباحية. من المواد السامة الأفكار والقيم والمعتقدات الهدامة وإثارة رغبات غير طبيعية أو في غير وقتها. طفل في 3 سنين يتكلم عن الزواج، في 3 سنين يتكلم عن العلاقات الجنسية، يتكلم عن كيف يخطب وكيف يتزوج. المسألة هذه بعض الناس يراها في وقتنا أنها مسألة عادية، لا ليست عادية، لأنه أصلاً الهرمونات المتعلقة بالتفكير في الجنس الآخر ما زال مش وقتها في 3 سنين، فلماذا في 3 سنين يتكلم عن الزواج؟ مشكلة إثارة في غير وقتها تفسد الطبيعة البشرية. ومن هنا أيضاً لو كنا نتكلم على ما وصل إليه من مشكلة الجنسية والمثلية وما تطرحه أفكار الربيع، أغلبها جاءت من خلال تعرض لعمل إعلامي عن طريق نشر الفاحشة أو المظاهر الخليعة، بحيث أن حتى الجنس البشري مهدد بأن يتحول تحولاً آخر ليتحول إلى جنس ثالث. من جملة ما يهدد الأسرة أو الأسرة التمرد. ولدي في عمره عمين يرد عليك الصعصعين، يثور في وجهك، يغضب عليك، يتمرد. كاينين أولياء يعود حاشم لما يكون مع جماعة، لأنه كون يجي ولده لازم يديروا فيني. هذه الصورة تاع التمرد اللي قد تصل إلى الطوران في الوجه، يثور يرد في الوالد. نحن نعرف في ثقافتنا المسلمين أن الابن الذي يناقش والده يناقشه برك ويحاول أن يبين له رأيه خطأ، هذا نوع من العقوق. فما بالك أنه يثور فيك وهو غلط 100%، فما يسمى المشكلة. إذن تحتاج منا إلى أننا نقف ونبحث عن ما هو، ماذا سنعمل، ماذا سنعمل، ماذا علينا أن نعمل، ما هو منهاجنا. في الكلام عن المنهاج عندي 4 عناصر، لأن هكذا نحن من ناحية الأكاديمية على كل حال نطرحها، بس نحاول نبسطها باش يستفيد مني الجميع، ولا على الأقل يناقشني بعد ذلك الجميع. كي نتكلم عن المنهاج نتكلم على 4 حاجات: الأهداف، ونحب نوصل أنا بالمداخلة وبالمنهاج، ونحب نوصل المبادئ التي تحكمني في ظل أي مشروع منظور معين، الأساليب والوسائل التي علي أن أتبناها كولي أمر من أجل استخدام أو من أجل إثارة التحدي أو مواجهة هذا التحدي الإعلامي. ثم نتكلم عن البرنامج التفصيلي اليومي، وش علي ندير كل يوم. معناته سأتجه من الواسع إلى الضيق، إلى الممارسة العملية. نبدأ بش نصحبه، لأنه ما يمكنش لو كن يعطيك الطبيب أردوموس لأنه رح تشتكي بمرض معين، لو ما يفهمكش الطبيب بمهرك مريض يعني مش مرض، لأنه تقول له توجعني هذه وهذه وهذه، هذه المظاهر تاع المرض. وش يدير الطبيب؟ من خلال المظاهر يدرس الحقيقة، يعرف العلة وين هي. لازم يفهمك الطبيب العلة تاعك، ما يكتفيش عند المظاهر، يفهمك العلة ويفهمك منين جاتك وين راح تدي بيك. كي يعطيك البرنامج الأردونوس يقول لك طبق الدواء هذا بهذه الطريقة، وإلا راك ما ترتاحش، ولازم الحين يخاخر تجي ترجع لي باش نشوف الكونترول وش كاين معاك. نفس الشيء بالنسبة لي، نتكلم على أنا نتكلم عن البرنامج. إذا القضية مش قضية أنا نقول لك هاك دير ودير ودير وروح طلع، لا، لازم نفهم القضية من أساسها. لهذا بديت أنا بالتحدي، ما قدرتش نفصل فيه الوقت وما يسمحليش، لكن المفروض أن في موضوع آخر في لقاء آخر نتكلم عن التحديات وعن الأخطار بالذات، لأن هذا مهم جدا، يمكن نلقاه في التفصيل في المداخلة لاحقا في التفصيل. التحدي بالموضوع اللي أنا الآن في 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 الأهداف عندي جزء حوالي معرفة الأخطار والتحديات التي تقدمها وسائل الإعلام. لازم نعرف، لازم نعرف الخطأ تاع الحالة تاعي، وأنا ذكرت كعناوين زرفت بها باش نمشي لقدام. الهدف الثاني هو حماية الأسرة باعتبارها الخلية الأولى التي إن صلحت صلح المجتمع. والمسألة هذه تاع الأسرة، وإن سعت سعى الفكر الغربي من أيام أفلاطون للقضاء على الأسرة وتفكيكها باش تجي الدولة هي اللي تسيطر، ويصبح الإنسان يقول شكون باباك؟ الدولة. شكون أمك؟ الدولة. لأهداف إيديولوجية، لأهداف معينة. عاد المجتمع البشري من أيام أفلاطون لليوم ليؤكد بأن الأسرة قضية فطرية لا يمكن القضاء عليها، ونحن في حاجة إليها ومصرين عليها. الغرب الآن هو في مرحلة هذه لأنه يحوس يقنع الناس بالعودة إلى الحياة الأسرية. نحن رانا ماشيين في الحقيقة،
لحد الساعة حابين ننتبهوا هم في الغلطة تاعهم، ومن بعد ما نقعوا في الغلطة تاعهم نقولوا نحاولوا كيفاش. إذا لازم نختصر الطريق، الأسرة لبنة أساسية في المجتمع لابد من الحفاظ عليها. الهدف تاعنا وش هو إذا؟ نعطيها الوسائل، البرنامج، الأسلوب الذي عليها أن تستخدمه في ظل الواقع، في ظل التحديات القائمة إعلامية، من أجل أن تؤدي الوظيفة كلبنة متماسكة يمكن أن تخرج لنا الإنسان الصالح المصلح الفاعل الفعال. كل شيء يكون واحد صالح لنفسه. أقولك كثير من الناس المدمنين على وسائل أطفال يقولك أنا ولدي مهنيني، أنا ما يدير لي مشاكل برا، ما يتعارك، عمره ما شكل من واحد، وش يدير ولدك هذاك؟ يقول لك انا ملي يدخل الدار تاعو في شمره قافل على روحه ولا نتهني، اش قاعد يدير قافل على روحه؟ قاعد يسبح. وين يسبح؟ في فضاء ازرق. مع من؟ ماذا يسمع؟ ماذا يرى؟ او يسبح. باباه مطمئن باللي راه مش يدير له في مشاكل، بصح ما ذاك اطمئنان كارثي. كارثي لانه سلمه في تلك اللحظه لعفاريت الجن والانس سيحولونه. ومن بعد ولدي يقول لك ولدي والله مفروض عليه، انا ولدي خارج لي فيها زي اخرى خلاص، نعرف من جاني، بنعرف اني نعرف امه وبلي مش ولد حرام ومن حجر نعرفه ونضيف وكيف خرج لي الخرجه دي. خرجت الخرجه دي لانه من اللي يتحط في الشنطه ويقفل على روحه او كاين وحيد اخرين قاعدين يدينوا فيه. انتبهوا لها. اذا نحن نريد من ان نشكي ان نعطي الاسره ما يمكنها، ما يساعدها على ان تعرف الادواء، تعرف الامراض، وتعرف كيف تعالجها وكيف تحمي نفسها. المبادئ اللي علينا لازم نسلحوا بها، نسلحوا بمبادئ. المبدا الاول القدوه، ثم القدوه، ثم القدوه. اب ولا ام ولا اخ كبير او استاذ او مربي يحط رجله، لا بد ان تكون قدوه وانت تستخدم هذه الوسائل. ما عندكش اللي راح نتكلموا عليه لاحقا في كيفيه استخدامه، لازم تطبقوه. لان لا تستطيع ان تامر بشيء وتاتي عكسه وتقول لولدك انت ما كلها تعب روحك على هذه وانت قاعد بالساعتين ثلاث ساعات وانت معاه. روح تقرا على روحك. الطفل يروح للغرفه باه يقرا يجي يطلع عليه يقول راح يعني يقول لك راح نشرب. أو أنا كل ما تقول روح تقرا يقول تكفى عليه الذهاب لدورة المياه، تكفى عليه أنه يشرب، تكفى عليه حد ياكل الكوكب وحد كذا. الحرج. وهو وش هو؟ برك يزيد حي شبه له وجه جديد، هو مش عبد الدير. يطلع لك يلقاك مع التلفزيون، يلقاك مع الهاتف هذا، وش يدخل في مخه؟ يقول لك إذا أنت حاب تحرمني من حاجة أنت تدير فيها. والممنوع؟ إذا أنا باش نكون قدوة لولدي ما لازمش ندير له في الوقت هذا هذه الوسائل، لازم نعمل روح حد فيها. راح نتكلم عليها. إذا المسألة هذه مهمة جدا، القدوة. حاب تعلم ولدك شيء اقتدي أو كن أنت قدوة بذلك. ما يصلحش أنك أنت تعمل عكس هذا وتقول له هو خليك منها يضيع لك وقتك كذا وما إليه. الأمر الثاني، المبدأ الثاني، النظر لأبنائنا على أنهم رأس مال. الرأس مال الحقيقي الذي علينا أن نستثمر فيه. أولياء في كثير من الحالات وقت يوصل طول مرحلة تاع امتحانات بيهام ولا الباك ولا يروح يدير ليكور ويمكن يصرف دراهم كثيرة، وكل ما يتكلم مع ولده يقول وأنا قاعد نصرف عليك في الدراهم، أنا قاعد نصرف عليك، أنا قاعد نطلب، وكأنه الطفل يقول واش بيك أنت؟ واش بتصرف عليه؟ لكن لما تقول له أنت راح نصرف عليك باش تمشي تعمل رحلة ولا تروح تتلاقى مع عالم ولا تعقد فيها مخيم في كذا، الأب يقول لك أنا هي دراهم منين جت لي هذا؟ ما نصرفوش على أبنائنا فيما يمكن أن يصلح أخلاقهم ويصلح حالهم ويبني منهم شخصية متماسكة. راح تجينا المحاضرات حول الشخصية المتماسكة، ولكن نصرفوا عليهم باه يقول باه يقرأ ويجيب لاناط. ما تكفيش إذا تبني إنسان. قد تصرف عليه باه يقرا الرياضيات، ولكن في الوقت نفسه مخه هنا مع هذا الجهاز، وقتها يخرج مع الاستاذ تاع الرياضيات باه يروح يبدا يبني نافيكي. مثلا ما تصلحش. المبدا الثاني تثبيت الاحترام للوالدين. ما يمكنش نهدم الاسره من خلال يقول لك ولادنا فرق راه منهم من جيلهم. تقول له انت ولدك لازم يتربى، يقول لك المربي من ربي. تصلحش كلام هذا. انما المولود يولد على الفطره. فأبواه يروداني أو نصراني أو مجساني. إذا المسؤولية عليك أنت فيما يتعلق بغرس القيم والمعتقدات والتوجه الصحيح والاستقامة والرشد والرشاد والعطاء والفاعلية والنجاح.
مسؤولية الوالدين ما يقدرش يهربوا منها هذه. طبعا قد يلومني بعضنا ونبدا قد ان المجتمع مسؤولية الدولة والمدرسة والمسجد، لا الغيها هذه، نتكلم على مسؤولية الوالدين، مسؤولية الأسرة في مواجهة. اذا هنا لابد ان نغرس الاحترام، والاحترام مش قضية ولدي احترمني او ولدي طيعني او ولدي اللي نفهم خير منك، مش هذه الكلمات اللي تحب تزيد الاحترام. كن محترما، كن كعب، كن محترم في امرك، في نهيك، في توجيهك، في قرارك. ما تمشيش مع، صحيح نحن نلعب مع ابنائنا وكاننا اطفال، كي تجي حصه اللعب العب معاه في الارض، مش مشكل. وانت 70 سنة في عمرك العب معاه، وانت كل معاه في العب معاه القط والفار في الدار، مش مشكله. لكن الاحترام ليس انك تلعب معه ولا تلعب معه، ولكن وقت فضل لعب، فضل لعب ولا جد ولا جد. انا اقول لك كلمه ماهيش بالضروره ان ترتبط بكل مره بعمليه الاقناع، الاقناع طيب ومهم، بصح في بعض الحالات كاين اشياء لا تستطيع ان تقنع فيها كل شيء، وما عندكش حتى الاسلوب ولا ما عندك الكلام ولا ما يستحقش انك تقنع فيها. اذا تثبيت الاحترام. او ثاني او المبدا الرابع، لا امان في الانترنت. ما يلزمش تقول بلي هذا البرنامج راهي حصه مليح. واحد الوقت تكلمون على بعض حتى لا اذكر اسماء مش الفايده، برنامج معين يقول لك هذا وفيه او مليح خلي يشوفوه التلف. ما كانش برنامج مليح، كاين كل البرنامج فيها حاجه بقصد او بدون قصد. لابد ان يكون اختيارك للبرنامج ومرافقتك للتلفون. اذا ما كانش لا امان، ما تخليش ولدك في برنامج انت تظن بلي مختار مليح ولا اصحاب افتراضيين. كان عندي اصحابي وانا جهه ام افتراضيين. الامان لا امان في هذه الوسائل، الاحتياط واجب. تنظيم عملية استخدام وسائل الإعلام، هذه تدخل بعد ذلك في تفصيلات في الجزئية في البرنامج العملي، ولكن حيث المبدأ لازم يكون عندنا قناعة. استخدام وسائل الإعلام لابد أن يكون مرتبط بأوقات بطريقة معينة، ربط المشاهدة بأداء الواجبات ما يكونش أنا، لأن كل وسائل الإعلام يجب أن توظف في عملية تربوية، يعني في عملية تنشئة اجتماعية بمناسبة الأسر. فلما تترك أنت الحبل على الغارب وتخليه، إذا لابد من ضبطها أولا، لا استخدام لهذه الوسائل قبل الظهر، فترة الصباحية لاماتير قديس تكون ناضجة، تكون جاهزة، تصرف في الشيء، في الشيء الجميل، في الشيء المفيد. ولهذا ما كانش وسائل إعلام قبل الظهر، معناته في الدار كاملة بالأب بالأم بالصغير بالكبير التلفزيون ولا الإنترنت، المفروض هذه الحوايج ما تتحلش، وخاصة أمام الأطفال ما تتحلش. عندك الوقت ما بين بعد الظهر، عندك وقت كبير باش تتابع حتى قبل المغرب، قبل العشاء عندك أوقات، لكن بعدين راح نتكلم على تفصيل الأوقات. ربط المشاهدة بأداء الواجبات. أنا أب عندي واجب، ما نمشيش نتفرج الأخبار ولا نتفرج فيلم ولا نتفرج حاجة وأنا عندي واجب نقصر فيه، ونروح راح نجيب الأولاد العشاء ولا نجيب لهم أمر ونقول خليه بعد قلت صراحة الحال أنقفل الحوانت لا غالب. فرجعت واجب من أجل متابعة حصة، ما تنفعش. ربط المشاهدة لأهداف محددة، ما يقولوش أن المشاهدة تبع حصة فلانية مع التأكيد على نقاوتها ومنع كل شيء مخل بالحياة. كل حاجة مخل بالحياة لابد أن نمنحها. كيف نمنحها؟ نتكلم عليها في البرنامج. تنظيم عملية الدعم مع وسائل من حيث الزمن، من حيث الزمن. لاحظوا الدراسات العلمية الغربية، ونحن ندعي أننا عندنا خلفيتنا الإسلامية ونصفي في ذل هذا السياق ونستشهد بما يكتبه حتى الغربيون، فنقول قد شهد شاهد من أهلها. اللي صنعوا الوسيلة يقول لك قبل عامين، الطفل اللي قبل عامين ما قفلش عمره عامين كاملين ما يلزمش يكون في الغرفة اللي فيها تلفزيون، ما يلزمش تحطه في حجرك وتحل البورتابل، تحل البورتابل هو في حجرك، عمره عامين، عمره عام، عمره شهر، ما يلزمش. حالته نشبهها كي اللي يحكم ولاده بحداه ويتكيف، يقول لهم ما تكيفوش انتوما كيف. والسم اللي راح يشوفه الطفل في هذاك العمر خطير جدا. لهذا يقول لك قبل عامين ما كانش تلفزيون للطفل، وهذه الام اللي تحط طفلها هو عمره عام تقول لك انا دوك نحطه بحد التلفزيون دوك يسمع الاصوات يسكت، هاي خطا كبير جدا.
الأمر الثاني اللي في الحج 35 دقيقة للأطفال لأكثر من سنتين ودون الخمس سنوات، من عامين 5 سنين عنده 35 دقيقة في النهار. علاه؟ باش نقدر نسيطر على قضية يأخذ الإيجابيات ويترك السلبيات، وما يبقاش أعاهة وما يبقاش قاصر وما يبقاش معاق أمام وسائل الإعلام. لازم اللي يعرفها بشوي، ولكن بإجراءات متتالية نحن نحددها أو لو لم يحددوها. زوج ساعات أو ساعتين لأكثر من 5 ودون 16 من هذا، من دون أكثر من 5 سنين ودون 16 سنة. من 5 سنين 16 سنة هذا عندهم ساعتين في النهار. أكثر من هذا السن، أكثر من 16 سنة وحتى السن اللي إحنا أعلمنا في 71 سنة، عندك 3 ساعات في النهار، فوق 3 ساعات مدمن. لازم نروح نبعدك للمصحة بأتراب ترتاح. واحد من الشباب أستاذ في المتوسط يدرس علوم، كلمته مرة بعثت له باش نتواصل معاه، لما تلاقيته قلت له فلان عندي 10 أيام اللي بعثتك وكذا ما ردت لي. قال لي يا أستاذ، قلت بصراحة راني من سمعت موضوع حول التواصل راني معاقب روحي لمدة شهر دركا ما استعدتش. علاش؟ علاش؟ قال لي عدت ما نقدرش نرقد بلا ما نشوفه، ما نقدرش نحل عيني الصباح بلا ما نشوف، ما نقعد ساعات ما نحضر الدرس باش نروح نقري نخلي أن نتبع هذه نلقى روح الوقت راح وأنا راح الدرس ما حضرتش درس. قال لي بلا ما نعاقب روحي نحي خلاص من الأقصى إلى الأقصى. مش صحيح، لازم هناك محطات زمنية ممكن نناقشها من بعد. الأساليب والوسائل التي سنتبعها، القضايا التي ذكرتها لحد الساعة ناخذوها كمبادئ يا جماعة، هذه علماء قالوها ما تمشيش، مش غنفلسف فيها الأمور تاعها، يمكن نتناقش في مدة زيت شوية ربع ساعة 10 دقائق نص ساعة يمكن هذا، لكن يجب أن تكون محددة بسن وبزمن. كقناعة كي نعودوا نحن كمربين كأولياء لازمنا نضبط الأمور بشكل هذا، معناتها راح نمشي للبرنامج الذي يمكن أن يساعدنا على ذلك. الأمر الأسلوب الأول قضية التواصل مع مختلف المؤسسات التي أعرف أبي أنها تأثر على أبنائي. مدرسة يقرأ فيها ولدي، الروضة غيرها، لازم يكون عندي تواصل نعرف وش قاعدين يديروا، لأنه كاين بعض الروضات تبعت ولدك أنت تبعت ابنتك ولا ولدك للروضة، الروضة بالنسبة لهم هما يشبشوا الفيديو للولاد يقول لك أنا هاي مصيبة. المصيبة أي ما تعلمهمش بناء الشخصية هذه اللي تحللهم نهار كامل الفيديوهات ولو على الحيوانات. مرة في مدرسة تحضيرية تابعة لجمعية علماء المسلمين الجزائر في عنابة، تشكيل المربية تقول لي جاني واحد طفل عمره 5 سنوات، هم يتحطوا في المقعد وهو يدخل يمشي على 4 رجلي تحت كراسة، يتولي يترجع وتحطه يزيد تلقى طرف تلقاه يمشي تحت كراسة منها. عيطت لوالدي قلت له وشو بعد البحث وشو قال؟ وقالت أن أمه وباباه يوميا يروحوا يخدموا ويحطوا ندير لنا فيديو 4 سوايع ورا بعضها الوقت يكونوا مغيبين من شريط لشريط تاع الحيوانات. وش يشوف الحيوانات؟ يمشوا على 4 وقص. وهذه حقيقة نقول مش افتراضية، وقص على هذا قضايا القيم والأفكار والمعتقدات تكون أسوأ بكثير. إذا كان ولا تبع الحيوان في قتل المشي فماذا فيه يتبع في نسبة، فلما ينظر إلى المشاهد الأخرى متعلقة بالعلاقات وماذا يحدث فيه. مش عارف أنا وقتي وياه 5 دقائق إيه ما شاء الله. لا كان عندنا نمر بالسريع. إذا أسلوب التواصل، أسلوب المراقبة الذاتية، لازم نغرس في أولادنا من الصغر من اللي يبدأ، أو ما تقولش مثلا ما يفهمش، أو بعض من يظن بلي ولده في عام أو ما يفهمش، كلمه وكأنه يفهم وتصرف أمامه وكأنه يفهم. بعض الناس يقول لك أنا ولدي كان بحذاه قاعد، من بعد ذلك جيت نشوف لقيته مسجل عليه وش قلت وش كنت ناظر فيها، الكل كان يسمع فيه. يحكي ميكابتي كلش عنده ليزونتين تاعو كبار. اذا اسلوب الرقابه الذاتيه نغرسها، اسلوب الرقابه الالكترونيه هذه مهمه جدا، لان الوالدين كاين الان برامج الكترونيه يمكن تثبتها على وسائل التواصل الاجتماعي اللي عندك من اجل انك تراقب ماذا يشاهد ابنك فتعالج بعد ذلك لما تاتي، وهناك لتمنع الوصول بعض المشاهد، مشاهد العنف ومشاهد الاباحيه. إذن يعني علاه ما نمشيوش نشريوها ونثبتوها لنا باش نطمئن بأن أولادنا عندهم حراسة. أذكر أن كلينتون في الحملة الانتخابية الثانية تاعو تاع أمريكا، الحملة الانتخابية تاعو كان مركز على مادة واحدة، نقطة واحدة، أنه
يستصدر قرار قوانين تشريعية تسمح للأولياء بمراقبة أبنائهم إلكترونيا. إيش يصدر عليه تشريعات؟ ما تعشف الخطر. قلت مدام الوسائل الإعلام عندها الحق تنتج برامج وتذيعها، لازم الولي الأمر يكون عنده الحق باش مين ما يشوفهاش، ولازمها التشريع عندهم هون. احنا واش تشريع عندنا؟ نحكي على أمن. احنا كاين أسلوب آخر، أسلوب تنشيط الهرمونات، هرمونات السعادة من أستاذي أو حكيم في القضايا هذه. كاين بعض المسائل من جملتها أبسطها، أنا باش نمشي بسرعة برك، أبسطها نراجع الرحمة في علاقتنا بأبنائنا. قدام المرأة تحضر ولدك وتبوسه قدام المرأة. كاين بعض الأولياء ولادهم ما يبوسهم ما يحضنهم حتى يجوا أحفاده، يقول لك ولي أنا الكبدة تاعك كنت حاشم باه يبينها في الوقت، كي جاوا كبار ولا أحفاده ولا ظهر يدرك. ولي هذا قد يكون من الأبناء جافين قلقين مضطربين، لأنه قضايا هذه مثلا هذا جزء منها وكاين أشياء أخرى. على كل حال فيما يتعلق في البرنامج العملي، برنامج عملي انا نقدر نقترح فيها برنامج ديطاي من الساعه الصباح للساعه 24 ساعه اسبوعا وثم شهر وثم سنه. مش مطلوبين منا ماذا علينا انا فعل، لان اعمال كثيره لهذا الاسر الاولياء. مش قضيه قالوا كما احنا كيبوا في الكلام يا ولد وخلي تحملت مسؤوليه الزواج والانجاب، لابد ان تتحمل مسؤوليه المتابعه. صحيح نحن الان نسبح ضد التيار، المدرسه ماشيه في وال، والمسجد هذا في وال، والشارع في وال، هذه كل ولكن مسؤوليتنا نحن اذا اردنا ان نكون اسره مسلمه نحمل تحديات ونواجه بها المجتمع، لابد ان نلزم انفسنا ببرامج صارمه. برامج صارمه تبدا بتخصيص الابوين ساعه على الاقل وقت معين في النهار يجلسوا فيه مع العائله ويتحدثوا فيه ويتكلموا فيه ويناقشوا فيه مسائلهم. كذلك الالتزام بالواجبات كلها في وقتها، اي واجب مش نتكلم على الواجبات فقط الدينيه الصلاه والصيام وكذا، اي واجب عندك ومطمن عليه ما لازمش تاجله، تخدمه وتبين امام اولادك بان هذا واجب لازم تقدم الدور ما تخليش غدوه. التركيز معنا الالتزام بالواجبات في وقتها اي قضيه قيميه تغسل في الابناء وبعدها تطمئن لاحقا. كذلك ممارسه عباده مشتركه مع الاسره، لابد ان تكون لنا بشكل دوري يومين عندك عباده من العبادات غير ركعتين نافله تلم فيها. قضية رمضان والصيام، احنا الآن رأينا بعض الأسر يفطروا كل واحد في جهة في رمضان وما يتكلموش على مائدة مرة واحدة، هذه لابد أن ينظر إليها. حضور نشاطات دعوية مثل هذه الآباء والأمهات والأبناء يكونوا مع بعضهم بالكبير بالصغير، بل نقدر نسمع من بعضنا كلام مثل هذا. في بعض الحالات الأبناء ما يخدوش من والديهم، يحب يسمعها من إنسان وحده، يسمعها من إنسان وحده، ولهذا لما يسمعها من إنسان وحده الآن لما كثير من الأبناء ربما الآن راح يدخل في نقاش مع نفسه، والله الكلام هذا قالوا حتى بابا قالوا لي، يترسخ عنده ماهوش بابا ماهوش شاذ اذا او كان من يقاطعه. تزاور اسري لماذا نجدد علاقات ما بين بعضنا الاسر ونزور بعضنا بالابناء، رب نسج العلاقات الاسريه بين الاسر الصالحه حتى يقع تلاقح الافكار والمعاني والقيم وتثبيتها تثبيتها حتى لا نبقى شاذين في هذا المجتمع. تنظيم رحلات اسريه، توجيه الابناء بنين وبنات الى مواهب معينه باش ما يبقاش هناك الانسان مربوط فقط بهذا. الان البنت كبرت يقول لك انا ولدي مهنيني ما يلعبش في الشارع، يا خليه يلعب في الشارع، لازم يلعب في الشارع ولكن مش بالضروره الشارع قدام الطريق والناس والسيارات ماشي جاي، نمشي ونشوف اماكن تاع اللعب ونفكروا على حل. الربط المسجدي والربط بالجمعيات، ابنائنا وعلى ما نربطوش بالجمعيات. ناس قلنا له اروح اجيب ولدك لجمعيه فلانيه، قلت له خويا ولدي ما ندخلهمش الاماكن هذه مش اماكن صراعات، خويا نصنع الجمعيه اللي تنفع ونروح معاها انا ونصدم ونعرف الفائده اللي حتكون فيها. مخيم عائلي واقترع عليك هذا الصيف مرحبا بكم في جهتنا جهه عنابه، مخيم عائلي بشرط مخيم عائلي يجي الراجل والزوجه والابناء ديروا مخيمات اختاروا اماكن معينه وسترون الفائده المترتبه عليها. درنا مع ناس مخيمات جاو الاولاد بقاو لمده 30 سنه وما في علاقه مع بعضهم بالرغم من واحد جاي من عناب وجاي من سيكدا. نحن نوفر جو معين. على كل حال كان في ايضا مخيم شبابي يحتاج من مزيد من الكلام نكتفي بهذا القدر الان، والماده كلها ان يسلمها للجمعيه. شكرا على الانتباه وعلى المتابعه، جزاكم الله خير وسلام عليكم.